السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا زلمة. قصنا برد جديدكم بفيديو جديد، وفي هذا الفيديو راح نشرح تحديات الأوفر تايم. أوكي، ما نطول عليكم، لا تنسوا اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، خليكم مع المقطع. أوكي، ونبلش بالتحدي الأول. التحدي الأول مطلوب منك إنك تجمع كوين أو عملات من الكرياتو. طبعا هسه راح أورجيكم فيديو، وأترككم مع الفيديو. اوكي، تدخل على اي واحدة من هول. تحط ستارت جيم. حط اكسب. طيب هاي اول كون، لازم تجمع 15 من هاي. طبعا لازم تدور انت عليهم. اوكي، هاي كمان واحدة. بس عليك تجمع من هذول. اوكي، ننتقل للتحدي الثاني. التحدي الثاني مطلوب منك انك تدمج اي شخص باسلحة الاسولت رايفل او البستول 500 دمج. يعني بامكانك تسويهم باقيام مختلفة، يعني كل جيم مثلا بامكانك تدمج 250 والجيم الثاني 250 وبتخلص التحدي. اوكي، ننتقل للتحدي الثالث. والتحدي الثالث اللي هو سيرش شيست او صندوق الرصاص. طبعا هسه راح اورجيكم وين المكان، واترككم مع الفيديو. اوكي، كل اللي عليك تيجي للمنطقة هاي وتفتح اي صندوق هون او صندوق طرق. وهيك راح ينحسب لك التحدي. طبعا اذا سويت او فتحت من هون صناديق مش راح ينحسب لك، بس اللي جوا هون. اوكي، ننتقل للتحدي الرابع. والتحدي الرابع مطلوب منك انك تلعب مع صديق وتفوتوا دو، ولازم تكونوا توب 15 مش اعلى، توب 15 او اقل. اوكي، وننتقل للتحدي الخامس. والتحدي الخامس مطلوب منك انك تهلف باستخدام الكام فاير، انه هو تحط كام فاير عشان تعبي راحك او هلثك منها. لازم تسويه 3 مرات في ايام مختلفة. وهيك بتكون خلصت التحدي. وبس لهون بكون وصلنا لنهاية الفيديو. واول ما ينزل تحدي من التحديات الاوفر تايم ان شاء الله راح انزله اول ما ينزل. اوكي، ولا تنسوا لايك واشتراك في القناة وتفعيل الجرس. مع السلامة.